السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طليت عليكم فيديو مختلف، يعني نقدر نقوله روتين خفيف. وأخيرا تهنيت من المعاناة تاع الناموس. وش نقولكم، يعني في الصيف مرحمنا وفي الشتاء مرحمنا، ركبنا الموستيكير للتواقي. وش نقولكم، ناموسة ما تدخل، ني ناموس ني دبان، تشد شوية كذلك الغبار، روعة روعة. راح نشارك معكم بعض المقاطع من الفيديو كما كانوا يركبوا لي، وكذلك راح نشاركوا بعض المعلومات. ربما واحد يكون مهتم، ربما واحد ما يكونش يعرفهم كامل، راح يدي معلومات وياخذ فكره. وراكم تعرفوا هذيك الغبره اللي طاحت، يعني هذاك السيمان كامل اللي طاح من هذوك التواقي كامل نظفته بالطبع، وراح نوريكم كذلك كيفاش نقيت شويه وفطور خفيف طريف، يعني 20 دقيقه وراح يكون جاهز. لكن في البدايه راح نصلوا كامل على رسول الله الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، قولوا بسم الله وعلى بركه الله، وندخلوا مباشره في الفيديو. هذه هي الموستيكير، يعني قبل ما يركبوا لها لي باغ، قبل ما يديروها في الطاقه، حبيت نوريها لكم هكذا اللي ما يعرفهاش ولا يعني راح يشوفها. هاي اللي كانت تفتح وتتغلق. بالنسبه للمقاسات، يعني يجي لكم السيد حامل المقاسات، يعني كل طاقه مكتوب فيها القياس ديالها هكذا، يعني باش لما يحطوها على الطاقه تجي سواسوا. يعني هذا هو الشكل تاعها. دوكا يركبوا لها لي باغ تاع الالومنيوم، يعني منا ومنا، هادو راح يلصقوا يعني في الطرف تاع الطاقه. عامل كيما راكو تشوفوا، دوك يرفدها كيما راهي ويحاول يحطها ساير داير على الطاقة هاي ليك. ولما يكونوا المقاسات مضبوطين يعني يحطها تجي سواسوا. هذه هي يعني التركيب تاعها، ما يديش مدة طويلة ولا واحد السويعة ولا، كانوا كملوا لي تواقي كامل في الربع. وبالمناسبة هادو هما اللي خدموا لي الدوش إيطالي اللي درتو في الصال دو بان، يعني الخدمة تاعهم بزاف متقونة. ولما عجبتني خدمتهم قلت نزيد نعيط لهم. ودوك حنفهمكم يعني السيد هذا هو اللي راح يفهمكم الخدمة كيفاش. باغي الفايس عنده ماش سبيسيال، هذيك ماش دو فلاش، باش كي نخدمو بالفيسوز ماش دو فلاش ما نطردقوش الفايس، باسكو هذيك كون نخدمو بها الفايس ديريكتومون يطرطق. تسمع لازم تكون ماش دو فلاش هذيك، وبال فيسوز دو بريفيرونس ما فيهاش لا بويسونس بزاف، نتقبوها باش ما نطردوش الفايونس تاع الكليان. تقريبا ولا يبانو شغل الطراس تاعها، ما كاين ماش سبيسيال تكون هاي. دوك مور ما كملنا التقيب تاع الفايونس بهذه الماش دو فلاش، دوكا انا ديفاسينا الفايونس، دوكا نروحو للبيطون، نقدرو نستعملو لايلتي تاعنا بلا ما نديرو حتى ديكا. المهم درنا التقابي تاعنا كيما يلزم، ما كسرنا الفايونس ما والو، نديرو لي شوفي تاعنا. دوكا كي نحبو نحلوها نهبطو للتحت ونطبعو لبرا هكذا، نغلقناها وتحكم في الكروشي هذوما. دوكا باش نفتحوها نهبطو للتحت نطبعو لبرا هكذا تفتح. هذه هي كيفاش خدموهم لي، يعني من البدايه حتى نوريت لكم النتيجه النهائيه كيفاش. ان شاء الله اللي ما يعرفوهمش ولا ماشي دايرينهم في ديورهم وما عندهمش اصلا فكره عليهم ولا يكونوا خداو فكره. ارقام الهاتف قلت لكم هادو، يعني يخدموا لي دوش ايطاليا، يخدموا الموستيكيا كما راكو تشوفوا، يخدموا كذلك لي ستور، يعني بزاف حوايج. والخدمه تاعهم الصراحه يعني روعه روعه. راح نخلي لكم ارقام الهاتف اسفل الفيديو، اللي يحب يتصل بهم ويدي معلومات يعني راح يقولوا له كامل المعلومات العزيمة. وهنا تعيشوا يعني ماشي اشهار ولا، انا يعني كيما خدموا لي انا كيما راح يخدموا لكم نتوما تانيت. فقط يعني لما ندير حاجه تاع فايده في داري ولا في كوزينتي ولا في اي حاجه، نشوف بلي هذوك المعلومات تقدروا تستفادوا بهم نتوما كذلك، نحب نشاركهم معكم يعني لا اكثر ولا اقل. وسمحوا لي فقط يعني نسيت ما سالتهمش اذا يخدموا يعني في باقي الولايات ولا لا، هذه المعلومه راح نقولها لكم يا اما في صندوق الوصف نخليها لكم، يا اما نقولها لكم في الفيديوهات الجايين ان شاء الله.
وهنا يعني لما خدموا لي ولا هذاك الغبار هذيك السيمه اللي خرجت من الفايونس، واش نقول لكم يعني الدنيا كامل ولات غير غبار، وماشي هذه لا شومبر برك، يعني كامل في الربعه. يعني لما نقيت قلت جات اوكازيون نقي كل حاجه مع بعضها، حكمت ريسبيراتور يعني نحيت كامل هذيك الغبره من داخل الدريسينغ من الطرف تاعو كامل. وهنا واش نقول لكم هذا فور اكسبريس مزيل البقع، يعني دعوه تاع الخير خصوصا للمبل الابيض، واش نقول لكم يخرجوا روعه روعه. انا هذاك الغبار يعني اللي طار لي كامل من الخدمه، وكذلك كانوا يعني مسخين مقبل وكانوا فيهم هذوك البقع. شوفوا هنا يعني كيفاش نقيتهم فشه واحده فقط، يعني تجوزي بتشليق مشمخ تعاودي بواحد ناشف يولو هذاك مزيل البقع تاع فور اكسبريس اللي عندهم المبل الابيض ولا اي لون واحد اخر، يعني اباغ الماغون، واش نقول لكم يخرجوا من اروع ما يكون. مسحه واحده فقط ما تزيديش كامل تعاودي لهم، يعني انا لقيته كل حسنة. راني نستخدمه نمسح به لي دريسينغ بيوضه، نمسح به لي كانابي، نمسح به كذلك المبل تاع الكوزينه، يعني حتى الكوزينه عن قريب ان شاء الله راح نشارك معكم الفيديو ديالها. وكذلك يعني الطابله تاع الكوزينه تاعي كذلك بيضاء، يعني راكو تعرفوا الماكله اللي تخاص تاع الدراري الصغار تم نمسحها تولي تشعل شعيل. انا بعد ما مسحت هذاك الدريسينغ هذوك لي كانابي فرغتهم كامل من الداخل، كذلك كانت فيهم الغبره، قلت لكم يعني حاجه وحويجه. جاتني سبه قلت نقي كل حاجه مع بعضها. التواقي كذلك واش نقول لكم كانوا في حاله، غسلتهم مليح مليح، رميت الماء، غسلت يعني هذوك لي كليماتيزور كامل من برا، هاي ليك الخامه يعني رجعتها تشعل شعيل. شوفوا هنايا كذلك مسحت لي شوفاج هذوما، هذوك الكواني طارت لي فيهم الغبره، نقيت يعني كل حاجه بالطبع. يعني في العيد ما نكتبش عليكم هذاك التاب تاع رمضان مع الحلوه مع التصوير راكو تعرفوا، ملحقتش باش نقي لي شومبر يعني مليح مليح، جوزت عليهم يعني غير هكاك نشافو خملتهم مليح مليح، وربي ورحمته. وكي جات لوكازيون هاني بروفيتيت فيها يعني كيما يقولوا مليح مليح. بعد ما غسلت هذوك التواقي ورميت فيهم الماء، حكمت امير الابيض ماشي الازرق، انا نحب الريحه تاع الابيض ونحسو يعني برق خير وخير. هاولي كان هنا برق الزجاج كامل، وهذاك الماء اللي ساحلي من التواقي زدت جبدته وخرجته للكولوار. يعني من خرجوا للكولوار كاين قباله الصلدوبه، حاشاكم يعني كاينه مجيريه يروح قباله الماء ليها. انا شوفوا يعني نقيت كل حاجه، هذوك لي كانابي حطيتهم من الطرف، هاي ليك هنا سيخت بالطبع، مسحت لي شوفاج، هذوك الكوانات كذلك رميت فيهم الماء. واش نقول لكم يعني واحد الرحمه واحد الطاقه ايجابيه، يعني انا لما نزرزق ونرمي الماء هكا ونسيغ الكوانات نحس بواحد الراحه نفسيه لا مثيل لها. هاي لك هذه المستيكيا وريت لكم كيفاش ركبت هنا، يعني شوفوا كيفاش صورت، راكم تشوفوا هنا هذه الدبالة حشاكم راهي جاية برا وتستنى، قلت لها ما تزيديش تدخلي ان شاء الله كامل لداري، راني نستشفى فيها. يعني لو كان تشوفوا الناموس وشحال كاين في هذه البلاصة اللي نسكن فيها، يعني ماشي في الصيف برك، حتى في الشتاء هانينا من واحد المعاناة. يعني هذاك الفليتوكس وهذاك درنا له بيجي خاص مصروف، ولينا نشروه مع المواد الغذائية ونشروه مع الماكلة ديالنا ما نكذبش عليكم، ودوكا درتهم والحمد لله. وبالنسبة يعني للمبلغ اللي دفعته في ربعة تواقي، يعني ربعة تواقي هما يحسبوا لكم على حسب المتراج كل واحد والطاقة ديالو، ما يديروهمش فقط للتواقية، تقدروا كذلك ديروهم في الأبواب يعني على حسب المتراج تاعكم. أصحاب الأديال يعني تقريبا تواقي كامل يجو ستوندار، أنا ما نقولكمش شحال خرجوا لي للطاقة، لكن مع ربعة كامل خرجوا لي الله يعلم 4,500,000 ولا 4,200,000. أنا الزوج تاعي هو اللي خلصه، يعني تمدوا له نص في البداية والطرونشة الثانية لما يكمل لكم كامل الخدمه ديالكم. وهاي لك الطاقه ديالي هنا راني فاتحتها، لا شومبر راهي تتهوى، الشميسه راهي تدخل للدار، لكن ما كانش حاجه ابار يعني هاد الهواء والشميسه هذه الشابه اللي تدخل لا شومبر، ما يدخل حتى حاجه، حتى الغبار يعني تشد شويه لكن ماشي حاجه كبيره، لكن المهم انه الناموس الدبان الحشرات حاجه ما تدخل. انا من كملت كامل يعني رحت قباله لهذاك الفطور، انا كنت غير انا والزوج ديالي لان ولادي كانوا خرجوا يعني راحوا كامل مع بعض. حكمت هنا 4 حبات تاع بطاطا ولا قطعتهم كيما راكم تشوفوا تقطيع عشوائي، راح نديرهم مع البخار، يعني دوك ندير لهم شويه الملح ونفورهم ونخليهم ماشي حتى يطيبوا، حتى يفوتوا الطياب شويه من هي هكذا باش لابيغي تاعكم تجي ناعمه مثل الحرير كيما يقولوا، يعني تجي روعه روعه. انا كان جاب لي اللحم يعني هاد اللحم تاع الدهند، وقليو باش يقطعوا لي عند الجزار
جابوا لي كيما راكو شفتوا يعني قطعه واحده كامل. احنا كنت نحيد له كامل هذاك الشحم هذوك الزيادات، يعني خليت هاد القطع نتاع اللحم فقط، وهنا باش يطيبوا لي بالخف وباش كذلك يجوني طرايه. يعني حاولت نفتحهم كامل، انا هذيك القطعه تاع اللحم اللي شفتوها يعني نفتحها على ثلاثه، يعني تحكموا القطعه تاع اللحم تثبتوها مليح مليح بيديكم هكذا، لما تكونوا تقطعوا بالموس الموس يعني ما يروحش هكذا ولا هكذا، يروح قباله وين راكو حابين. اللي ماهيش خشينه بزاف نقطعها على زوج فقط، يعني نفتحها في الوسط فقط تولي شغل مفتوحه على زوج، اللي تكون شويه خشينه نقطعها لثلاث صفحات تولي شغل كتاب مفتوح وفيه ثلاث صفحات. كيما راني ندير في هذه القطعه كيف كيف، يعني ما قدرتش نشرحها لكم، لكن في مره من المرات راح ندير لكم فيديو نوريكم يعني كامل كيفاش تخدموا. لا غالبا يعني كنت زربانه بزاف ما كانش عندي الوقت، على كل حال هاد القطع تاع اللحم كامل راح يتكمشوا، لكن بما انني كنت زربانه هكذا راح يطيبوا لي بالخف وتاني تيجوا طراي يعني يجوا يذوبوا في الفم، لانني يعني هذوك الالياف تاع اللحم كامل رانا فتحناهم كيما راكو تشوفوا. المهم راح نحط هذوك القطع تاع اللحم جانبا، دوكا راح نقليهم. هنا البطاطا شوفوا طابت لي، كنت مازال ما قليتش اللحم، قلت نزيد نخليها يعني راهي تطيب وراهي تسخن او ميم طون، من بعد يعني تمتم راح ندير لها لا بيغي. وهنا راح نروحوا للقطع تاع اللحم. هنا خديت شويه زيت، مقلاه تكون ساخنه مليح مليح، ضروري تسخنوها مليح مليح، يعني اللحم لما يكون الزيت بارد وتحطوه راح يخرج كامل هذاك الماء تاعو برا، راح يجي اولا ناشف وثانيا هذوك لي فيتامين اللي فيه كامل راح يخرجوا لبرا. في الاول نقلوها على نار مرتفعه من الجهتين، يعني كل جهه ديروا لها واحد زوج دقائق ولا. وهنا شوفوا كيفاش راني ندير، يعني هنا مازالت النار مرتفعه، دوكا نقول لكم وقتاش نقصوا لهم. وشوفوا هنا كيفاش راني ندير، يعني نحكم هذيك القطعه تاع اللحم ونبدا كي شغل يعني نحي كامل هذيك التحميره اللي راهي لاصقت لي في المقلات، هكذا راح يجي عندهم واحد اللون وش نقول لكم بزاف مخري. دوكا واش ندير، لما جبت لهم هذيك لاكولور شابه نحط الغطاء ونخلي النار هذيك كي الشمعه. واش يصرى؟ يعني هذاك اللحم راح يزيد يطيب من الداخل مليح مليح ويطرى ويطلق لي واحد المريقه صغيره، من بعد راح نسقي بها هاد لابيغ. وبالنسبه للمرقه، يعني هذوك البقايا اللي يجوا في المقلات، يعني هذوك تقدروا تخدموا بهم زوج ولا ثلاث انواع واحد اخرين نتاع مرقه، انا فقط كنت زربانه يعني خيرت الطريقه السهله كامل. لابيغ تاعي بعد ما طابت لي هذيك البطاطا كي الزبده، حكمت هنا الباتور كيما راكو تشوفوا، درت لها شويه زبده، درت لها شويه حليب، زدت عدلت لها الملح تاعها كامل، في النهايه القوام نتوما وما حبيته. المهم بهذه الطريقه تاع الباتور، يعني اللي ما يعرف لهاش كذلك، لابيغ تجيكم بزاف سهله وبزاف بنينه، وتجيك شغل مهاويه، تجي خفيفه كيما حنا نقولوا، ما تجيش ثقيله بزاف. حتى لابيغي لما تخدموها بهذيك الطريقه هي كذلك، اللي يزيدوا يديروا لها بياض البيض، يديروها في الفرن ويطيبوها على شكل السوفلي تاع البطاطا. كذلك هذيك الوصفه بزاف هايله بزاف بنينه، اذا لحقني ربي ان شاء الله راح نشارك معاكم الوصفه. هنا شوفوا اللحم ديالي كيفاش طاب محمر، كاين بزاف اللي يقلوا اللحم تاعهم لكن ما يعرفوش يجيبوا لهاد لاكولاق، حاولوا تطبقوا نفس الطريقه. اذا ما فهمتوش راح ندير لكم فيديو مفصل يعني هكذا باش يجيكم اللحم ديالكم كيما هكذا ولا خير. واللي تقول بلي اللحم راه محروق ولا، انا نقول لك بلي المشكله تاعك راهي في التليفون تاعك، ربما ما يبينش لك ولا مليح، لانه مالف يعني يصراو لي تعليقات كيما هادو. ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل. وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.